أحدث الإفراج عن الوزير السابق ميشيل سماحة صدمة في بيروت. القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية وصفته الصحف بالفتنة، فيما تصدر عنوان سقط العدل صحفا أخرى. فالقرار قضى بتخلية سبيل من اعترف بنقل متفجرات من سوريا والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية. بس المشايخ سنة إذا طلعوا بضربنا بدنا نشيلهم، خصوصا الزعراء، وخصوصا الزعراء يعني ألا عبد العال وخالد الظاهر وجماعته. بعد 3 سنوات ونصف خرج سماحة الذي عمل في سنواته الأخيرة مستشارا للرئيس السوري من السجن، وصل إلى منزله على أن يتابع جلسات المحاكمة بعد دفع كفالة مالية ومنعه من السفر والإدلاء بأحاديث حول قضيته. الاستند إلى فقرة واحدة، هي المادة 129 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقول أنه يعود لمحكمة التمييز أو لمحكمة الجنايات أن تحاكم المتهم وهو مفرج عنه أو أن تحاكمه وهو موقوف. ولذلك ذهبت المحكمة إلى الخيار الأسهل وقررت الإفراج عن ميشيل سماحة ومتابعة المحاكمة وهو حرا طليقا. في مكتبه يتابع الوزير مروان حميدة آخر تطورات هذا الملف. لم ينس بعد أنه كان أول من تعرض لمحاولة اغتيال عام 2005 ووجه الاتهام فيها للنظام السوري. ينتقد اليوم قرار المحكمة العسكرية ويرى أن ما حصل يبرر لجوءه إلى المحاكم الدولية في ملف استهدافه. شخص نائل عشرات القنابل ليفجرها خلال شهر رمضان في إفطارات يحضرها كبار رجال السياسي وكبار رجال الدين في لبنان، يعني الوصف المثالي للفتنة النهائية في لبنان لتفجير البلد. كيف بيطلع هيك؟ هذا سؤال سنتابع مقارعته وطرحه، وسنعدل القانون وسنلغي هذه المحكمة العسكرية. دفع القرار الأخير عدداً من النواب في قوى 14 من أذار إلى إعداد اقتراح قانون لتقديمه أمام البرلمان بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية وحصر مهامها بالفصل في القضايا بين أبناء المؤسسات العسكرية. أثار الإفراج عن ميشيل سماحة جدلاً واستنكاراً كبيراً في الشارع اللبناني، في حين اعتبر بعض السياسيين أن قرار محكمة التمييز العسكرية يشرع الجريمة ويمثل طعنة في كل الجهود التي بذلت من أجل مكافحة الإرهاب. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.